الحديث عن مشكلات التحكيم في مصر أصبح ظاهرة لا تتوقف في الدوري المصري، ورغم وجود تقنية الفيديو إلا أن الأخطاء لا زالت مستمرة، وهو ما أثار حالة من الجدل خاصة مع الاعتراضات المستمرة من جانب الأندية على قرارات التحكيم. البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام أصبح أمامه الكثير لتطوير الحكام والنهوض بالتحكيم المصري من جديد على أمل استعادة الريادة الإفريقية والعربية وعودة الحكام المصريين للبطولات القارية والعالمية. ولكن الأهم قبل ذلك العمل على تقليل الأخطاء في مباريات الدوري والارتقاء بالمستوى الفني وتقليل الأخطاء وتطبيق العدالة على الجميع. تجديد الثقة بالحكام المصريين وعدم الاستعانة بحكام أجانب خطوة جيدة من جانب لجنة الحكام في محاولة لزرع روح المنافسة بين الجميع للظهور بشكل أفضل خلال مباريات الدوري على أمل التواجد في مباريات القمة باقي اللقاءات الكبيرة في الدوري وكأس مصر. في النهاية، هل تنجح لجنة الحكام في إحداث التطوير المطلوب للحكام من خلال إقامة معسكرات ومحاضرات فنية للحكام للارتقاء بمستواهم وتقليل الأخطاء والاستفادة من وجود تقنية الفيديو بما يحقق العدالة؟ أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. ملف التحكيم هو دائما وأبدا الملف الشائك، من الظالم ومن المظلوم في النهاية الله أعلم، ولكن من المؤكد أن احنا عندنا مجموعة من الحكام الجيدين جدا. نفتح الملف النهاردة ونشوف الأزمات والمشاكل. كابتن محمود عاشور مساء الخير. مساء الخير يا كابتن، شرفنا ومنورنا. أنت سعيد بوجودي معاكم. أخبارك إيه؟ كله تمام الحمد لله. طلع صوتك كده ماله كتم. كله كويس. كابتن محمود البنا مشرفني النهارده. أنا اللي سعيد إني موجود مع حضرتك النهارده يا كابتن سيف. ربنا يبارك فيك يا حضرتك. كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. كابتن محمود أبو الرجال. كابتن سيف. أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام. كله كويس؟ الحمد لله. قانون التسلل الجديد الفار عمل معاكم خدمة العمر. على طول كده؟ على طول يا كابتن ما تقلقش، أنت في بيتك. قانون التسلل؟ آه. هو الفار بيقلل الأخطاء. لكن انت في الملعب يعني لازم تاخد قرار، ولازم تاخد قرار صح علشان تقلل من تدخل الفار. لان في الاساس ان الحكم في الملعب هو اللي بياخد القرار النهائي، ثم بعد كده لو في تعديل الفار بتدخل. احيانا بحس ان احنا بقينا بنستنى قرار الفار، واحيانا بحس ان الحكم اللاينز مان بيستنى اكتر مننا، يعني بعد كده اول ما تطلع النتيجه ليه الحمد لله يا رب. هو في تكنيك للقرار بتاع الفيديو دلوقتي الفيديو انت لازم تعمل ديلي للقرار، بالذات للقرار اللي فيه شك لازم تعمل له ديلي ثانيه ثانيتين ثلاثه لغايه ما القرار يخلص خالص، اللعبه تخلص خالص وتنتهي، وبعد كده تبدا تاخد قرارك. عشان كده الناس الجمهور بيعتقد ان الحكم مساعد بيأخر، ما بياخدش قرار لما الفيديو يقول له لا ده مش صح. انت لازم تنتظر نهايه الحاله خالص، دخلت هدف طلعت ركنيه، انتهاء الحاله، ثم بعد كده بتاخد قرارك. علشان الافضل دلوقتي او القانون دلوقتي بيقول انت الكره دخلت هدف وانت رفعت السلول قبليها وتسرعت، فكده الفيديو ملوش تدخل، فانت لازم تنتظر لما الحاله تخلص ثم بعد كده تدي قرارك علشان يبقى في مساحه ان الحكم او الفيديو يراجعك فتاخد القرار المظبوط بعد كده. بيبدا رغم كل وجود يا كابتن دلوقتي اللاينز مان، وجود الفار، كل ده والفاتوره عند الصفاره برضو. ده حقيقي. الفاتوره دايما عند الحكم، لانه يعني باعتبار ان الحكم هو صاحب القرار النهائي في الملعب، هو في نفس الوقت هو بيتحمل المسؤوليه النهائيه برضو. يعني انت حتى لو المساعد او حكم الفار بيبقى عنده بعض الاخطاء وده بيحصل، لكن في النهايه الحكم هو اللي بيشيل الليله زي ما بيقولوا يعني. ديت طبيعه، لان الحكم في الاول والاخر هو صاحب المسؤوليه الاخيره وهو رئيس الملعب في الاخر يعني. الفار غير كتير من شخصيتكم؟ لا يعني ما غيرش اي حاجه من شخصيتنا ولا حاجه، بالعكس الفار انا بعتبره داعم كبير للحكام، وان كان زي ما كابتن محمود قال انه في الاول وفي الاخر مش هينهي الاخطاء، لكن هو في الاخر بيقلل منها، وده طبيعي موجود مش عندنا احنا في مصر. يعني انا سمعت التقرير بتاع حضرتك دلوقتي، انا بشوف ان هل هو التحكيم المصري زي ما حضرتك بتقول هو ظالم ولا مظلوم، انا بشوفه مظلوم جدا، لان ان الـ الاخطاء انا بشوفها في المعدل الطبيعي جدا. لو احنا بنتفرج على كل دوريات العالم هنجد الاخطاء دي موجوده وما انتهتش، وكان اخرها
ماتش قريب جدا في ماتش ليفربول في الدوري الانجليزي اكبر دوري في العالم. صح. خطا لا يمكن ان اي حد مبتدئ يقع فيه، وقعوا فيه والناس تقبلت. انا بشوف دايما هي المشكله في نقطه هي المينتاليتي، الناس تتقبل هذه الاخطاء ولازم تعرف ان الحكم في الاول والاخر بشر، وفي الاول والاخر لازم هيغلط، لكن الحكم الجيد في الاخر هو اللي بتكون اخطاءه قليله. بس احيانا يا كابتن في حكم بيظلم نفسه، يعني زي ما حضرتك بتقول الغلط بيكون اي طفل يطلعه واضح جدا، معاك فار، معاك لاينز مان، معاك ناس من بره، تستعين بصديق، كل حاجه بقت متوفره ليك، وبتروح تقعد 10 دقايق ربع ساعه وترجع بنفس القرار. اتفق معاك، بيحصل في بعض يعني في لقطتين ثلاثة بس انا مش هقدر اجيبهم عشان انا ما سابلكوش احراج. تمام. ولكن لقطات ما فيهاش يعني ما فيهاش شك، ما فيهاش كلام في حاجة، واحد بيده كده، واحد زق لعيب كده. هو هي بيحصل بعض الاحيان انه بيحصل اختلاف وجهات نظر ما بين الحكم والفار، وده اللي بيطول مدة المراجعة في اوقات كتير. ساعات جودة الصورة زي ما محمود بيقول وزاوية اللي بتتعرض على الحكم الفار ما بتكونش واضحة له، لان حكم الفار الحكم الملعب في الوقت ده بيبقى عليه ضغوط غير طبيعية انه هيتخذ قرار او هيغير من قراره. لازم تتعرض له زاوية واضحة جدا ومن مكان معين عشان يقدر ياخد قراره. طب في اسرع. ايه اللي ساعات تاني وانت مش قادر تقوله لي؟ بالنسبة يعني انت بتقول لي ساعات عوامل كلها تكون ظالمة الحكم، وساعات الحكم رايح اكيد مش عايز يغير قراره، الحكم يعني لازم انه يكون عنده قابليه او عقليه انه المينتاليتي بتاعه يكون يتقبل انه يغير رايه، لان في مننا وبعضنا وعاشور عارف وابو رجال عارف انه في بعض الاحيان الحكم بيتصور انه لما بيغير من خطاه يعني انه بيغير قصدي من قراره ده هيقلل منه وبيكون عنده خطا، في حين ان هو لو ما عملش كده بيبقى عنده خطأين، لانه تعرضت له الحاله عن طريق الفيديو مره واثنين وثلاثه وهو في الاخر صمم على قراره. فبالتالي لازم يكون هو رايح للفار بيكون متفتح لانه غير قراره، ده وارد في كره القدم وموجود في العالم كله. يعني هل الفار ليه الحق لو شافك بتغرق؟ يعني لو بيتناقش معاك وشايفك رايح مصمم على قرار يعني هتغرق يقول لك حكم الفار يعني ليه؟ طبعا مبدئيا هو صاحب مسؤوليه ان هو يستدعيك او لا، لان لا بعض الاحيان ان هو استدعاك هقول لحضرتك وشرح لك هقول كل حاجه. هو ليه الاول الاحقيه ان هو يستدعيك؟ اصل بعض الاحيان الناس تقول لك انت روح للفار، لا ما ينفعش اروح حكم الفار يروح ولا لا، الا وهو استدعاني زي ما حضرتك بتقول واداني كل الزوايا المتاحه عنده وكل الاعتبارات لاتخاذ القرار الصحيح. وانت ما زلت مصمم على اتخاذ قرارك اللي انت اخذته في الملعب. هو ما يقدرش يرغمك، هو في الاول والاخر بيقول لك قراراته ومبرراته لاحتساب الخطا والزوايا اللي قدامه، في الاخر القرار بتاع الحكم في الاول والاخر. الحكم هو اللي بيقول القرار النهائي. عاشور خلاص دلوقتي فار؟ تمام. فار مفيش صفاره خلاص يعني؟ والله لغايه دلوقتي لسه ما فيش صفاره طبعا، لغايه ما نقعد مع مستر بريرا ونعرف بس ايه حيصير قراره ونتكلم معاه يعني، انما لغايه دلوقتي فار وفي القايمه فار. لقيت نفسك في الفار؟ والله انا حققت اللي عملتوش في الصفاره حققت في الفار الحمد لله. لعبت امم افريقيا، لعبت شان، رحت اولمبيات، لعبت اتنين نهائي في افريقيا، فالحمد لله عملت في تاريخ كويس جدا والامور ماشيه، وفي افريقيا الحمد لله من الناس المصنفه اللي موجوده وبأدي كويس يعني. الضغط على الفار اقل من السفاره، السفاره حساب في الملعب جمهور، بالعكس الفار في الاوضه ما بعد المباراه. لا 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 بالعكس، الضغط في غرفه الفار اكتر من الملعب، يعني انت بتبقى جوه غرفه الفار عليك ضغط وبانك فوق ما تتخيل. انت مطلوب منك انك مش بتصحح قرار قد ما انت يعني لو حاجه واضحه بالنسبه لك لازم تتاكد مليون في الميه ان انت اللي انت شايفه ده غير الحكم حسبه. وانت بتحارب كمان الوقت، يعني عنصر الوقت ان انت بتحاربه جوه اكتر من الحكم، انت لازم تاخد قرارك وتشوف كل الزوايا وتتاكد ان القرار اللي في الملعب ده قرار مخالف 100% للقرار اللي في الملعب او عندك قرار الحكم ما شافوش. بنسبه كام في الميه الفار عدل من التحكيم المصري؟ لا بنتكلم الفار بنتكلم في 85%، يعني في اخطاء هيبقى في اخطاء سواء في فار او ما فيش فار، في نسبه من 15 ل 10% موجوده في كل دوريات العالم. انما خلي بالك احنا بنستخدم مش الفار بمعنى الفار، احنا بنستخدم فار لايت لان احنا الانتاج نفسه عندنا
يعني السنه دي يمكن من افضل السنين اللي فيها تحسن كبير, تحسن كبير جدا جدا الصور. جدا في الصوره. انما انت لو جيت اتفرجت على الدوريات في اوروبا او في السعوديه او في البلاد اللي بتصرف على الانتاج, لا هتلاقي الامور مختلفه خالص. انت في البلاد دي بتلاقي غرفه الفار فيها 3 ستيشن, يعني بتلاقي واثنين اوبريتور, بتلاقي كتيبه بتشتغل معاك. فانت عنصر الوقت كل ده بتلاقي ناس تساعدك وتقدر بتقل الوقت وتقل الضغط اللي عليك. بتكلم في 17 كاميرا, بتكلم في كواليتي عاليه جدا للصوره. ففي الاخر انت شغال على صوره مش شغال على فيديو معاك. حصل ازمه مره في الفار والصوت طلع بالخطا, مش مهم في مباراه ايه ولا مع مين, ويعني بغض النظر عن المشهد. واحيانا اخرى في مواقف حكم الفار يقول ايه, يا ريت يطلعوا الفيديو. ده عندنا دي. ايوه ما انا بكلمك. لا لا انت اتفاجئت بيها يعني. لا لا خالص. لا ما هو هقول لك على حاجه, مع احترامي لكل الناس اللي بتحلل, اوقات اللي ما دخلش غرفه الفار ومارس ازاي انت بتمشي اجراءاتك سواء في تقنيه التسلل او حتى بتعمل تشيك على اي لعبه, اوقات بيخونوا التعبير في التحليل. فتلاقيه بيعمل حاجات غريبه جدا مش موجوده اصلا لا في بروتوكول الفار ولا في البروسيجرز اللي انت بتعملها ولا الاجراءات اللي انت بتعملها في غرفه الفار خالص. ايه الموقف اللي كان طلوع الفيديو براه؟ لا كان مباراه شهيره طبعا بتاع الاهلي وفاركو, وانا لغايه دلوقتي يعني عندي الفيديو على فكره, وكل النقط اللي اتحطت يعني قتلت بحثا زي ما بيقولوا. القرار كان سليم لما رجعتها مع الاهلي. انا طبعا يعني مش عايز ارجع لحاجه قديمه, بس احنا اللعبه انتهى مره واثنين بالتقنيه فطلع التسلل. مستحيل اغير حاجه الكمبيوتر والجهاز طلعها في الاخر. احنا انت بتعمل خطوات وبتطلع لك نتيجه, انت لا بترسم خطوط ولا بتطلع نتيجه, انت بتحط نقط وفي الاخر النتيجه هي اللي بتطلع. ومع الاسف هو المشكله كانت عندنا ان احنا كنا بنستخدم. اتكلمت مع مسؤول الاتحاد ان تطلع الفيديو او رئيس لجنه الحكام في التوقيت ده؟ لا التوقيت ده كان خصوص جمال علام وكان كابتن حازم. كنت اتوعدت ان الفيديو هيطلع؟ بس ما طلعش؟ ما طلعش. اتاخر شويه ولا؟ لا بقاله سنتين. طب ما طلعش ليه؟ لا كان رايهم يعني ان احنا يعني خلاص ما قرروا اتاخد ومش متعودين ان احنا نطلع كده, ولو احنا عملنا كده مع لسبب ما فممكن كل الانديه تطلب ان لو في اي حاجه تطلع على الفيديو او نطلع. كان بالنسبه لنا دي حاجه جديده قبل ما يجي مارك ويطلع ويقول المحادثات وتطلع الحاجات دي كلها. هل ممكن حد من الجمهور يتجاوز في حقك تقف تطرده بره الملعب؟ حد من الجماهير؟ من الجماهير. طيب انا ما بعملهاش الحقيقه, انا شخصيا ما بعملهاش. بس القانون يسمح لك يعني. القانون يسمع بس انت هتشوف حد من الجماهير ازاي؟ ما بيعملهاش يعني لا في حاجات. هو قدامي انا بدون دخول في الماتش والتفاصيل, هو عاملها ووقف طلع الراجل بره. انا عارف السؤال, فهو كده كده انا عارف. لا 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 انا مش هسال. لا لا مش هسال الماتش ولا لا, بس انا في مباراه شفتك لايف. يمكن عشان في مستوى القسم الثاني بيبقى عدد الجماهير محدود فانت بتبقى شايف اللي قدامك يعني. لكن لو في مباراه كبيره وعدد من الجماهير كبير ما قدرتش تدي ظهرك. ما قدرتش لان انا سامع اللي بيتكلم وبيقول ايه وكلام لا يمكن ان انا اتجاوز عنه في الاول والاخر. سمعته كذا مره كمان. فانت ما ينفعش, لازم تاخد موقف يعني. انت ممكن تبان ان الناس قدام خارج الملعب بتبقى حد يعني, لكن جوه الملعب بيبقى لا, الحكم بيتشكل حسب المباراه اللي قدامه شكلها ايه, فلازم تبقى كل حاجه في الملعب. هل مطالب من حكم السفاره يحميك؟ هو طبيعي ان احنا كلنا بنحمي بعض في الملعب. لا بحس ساعات في مباريات اللاينز مان ممكن ياخد قرار الدنيا تتكهرب اللعيبه تجري عليه. لازم هو يبقى فيه قرار, لان هو لو سمح بده مره يعني, لو حد من طاقم التحكيم مش الحكم مش المساعد بس, لو حتى الحكم الرابع حد قال منه فهو ده يعتبر بيقلل من طاقم. عندك مباراه مره الحكم هرب منك؟ يعني استخبى, مش هقول لك مين برضه ولا ايه. بيحصل بس انا من عادتي دايما ان انا يعني بنبقى هل عاتبته؟ في اي حته ما هو مش يعني, هل ممكن يعني تيجي بتتكلم معاه تقول له في الموقف ده انت المفروض تيجي انت بتتصدر؟ لا بتبقى يعني بيبقى يعني على سبيل النصيحه, مش اللي هو, لان احنا في حكام بيبقى عندها فرق خبره يعني مثلا محمود البنا, محمود عاشور, في اسماء كبيره انت بتبقى انت مطمن وانت معاها لان هو عارف شغله بالنظره بالصوت, هو عارف احنا بنتعامل ازاي مع بعض. لكن في حكم بيبقى ناقصه خبرات كبيره, ما راحش بطولات كبيره, ما عندوش خبره التعامل على ماتشات كبيره, فلازم يعني ما بتاخدهاش على سبيل ان هو اثر في حقك قد ما بتاخدها على سبيل ان انت بتنصحه عشان بعد كده ما يحصلش مشكله, لان دي ممكن موقف زي ده يعني مشكله كبيره في ماتش, فانت لازم غصب عنك لازم
تتدارك ده وتفهم من ده. الفار زود من شهرة اللاينزمان؟ يعني الفار زود من شهرة لا يعني الفار ادى مساحة للمساعد ان هو يبقى موجود في غرفة الفيديو زي ما ادى مساحة للحكم، لكن هو في الاخر القرار النهائي بتاع الحكم. بس هو زود الكاميرا في قرار الفار بتسنتر على الحكم وتسنتر على اللاينزمان لو القرار عنده. لا هي ما هي كابتن سيف، هي الكاميرا بتسنتر عليه سواء القرار صح وبتسنتر عليه بزياده لو القرار غلط، فهي وكده كده يعني هم عندهم قرارات غلط. الناس يعني الناس مين اللي ما عندهمش؟ هم ما بقاش في قرار غلط، هم محظوظين دلوقتي كل حاجه هو بيستنى لغايه هو يعني انت لازم تاخد القرار في الملعب مظبوط، علشان هو ده بيرجع للتركيز. عايز بيتحاسب عليه برضه. عايز بس ارجع لحاجه حضرتك قلت، انا بحس ان احيانا اللاينز مان بياخد بيتاخر قوي، بيبقى مستني كمان قرار الفار. يعني الود ود يقول ايه، عايز يطمن يا رب تيجي منه، عايز يطمن. لا لا هو اصلا البروتوكول ما بيسمحش للحكم فوق ان هو يدي معلومه قبل ما الحكم تحت ياخد قرار. صح. لا لكن انا عايز ارجع لحاجه حضرتك كنت بتتكلم في ان الحكم تحت ممكن يروح وما ياخدش براي الحكم او فوق ما يقتنعش بيه. هو احيانا دايما احيانا بيبقى فيه خبرات الحكم اللي في الملعب اكتر من خبرات الحكم الفيديو او العكس. بس هو المعيار في ده ايه بقى؟ ان عندنا حاجه اسمها الاعتبارات، ودي نصيحه لكل الحكام في مصر. حاجه اسمها الاعتبارات، احنا ما بنشتغلش من دماغنا. في اعتبارات وفي صوره واضحه فانت بتاخد القرار بناء عليها. طبعا. انا ماليش دعوه الحكم جايب لي صوره بتقول ايه، انا ليا دعوه الصوره دي واضحه قدامي وفي اعتبارات معينه القانون صح. فاذا انا جيت وقعدت اشرح لك بالعاميه كده وانت تقول لي لا اصلا انا رايي كذا وده يقول لي رايي كذا، عمري ده ما يغرق الحكم. الحاجه الوحيده تحكيم. اللي تغرق الحكم ان يدخل حاجه شخصيه ان ما طلعش قراري غلط فيدي قرار. لا يبقى هو لازم الاعتبارات دي انا اتفقت عليها انا والحكم اللي فوق، فالقرار بتاعنا بيطلع مظبوط للناس كلها. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل حديثنا. نرجع تاني ونكمل حديثنا مع حكامنا الكبار. انا عايز وقتي بيجري فعايز انا اجابات سريعه جدا. عملنا حاجه وقتي بيجري. لا 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 ما لازم نشتغل بسرعه. طيب. اصعب ماتش حكمته؟ اصعب ماتش حكمته لا خالص ماشي. طيب ان سيمي فاينال كاس كان زمالك والمصري في برج العرب. واصعب ماتش اخطات فيه؟ لا الماتش مشكلة مش اخطات بس لا كان زمالك وانبي. زمالك وانبي كان الماتش اللي انت بتتمنى ان يعني يتعاد. ده يعني كان انا عندي لغيت هدف وضياء السكران كان معاه مساعد لغى لي هدف. كان ماتش حصل فيه مشكله كبيره قوي. اللاعب اللي انت ندمان انك ما اديتلوش احمر ايه؟ اللاعب اللي انت ندمان انك ما اديتلوش احمر. لا ما فيش حد ندمان، انا ندمان ما اديتلوش احمر، بالعكس هو لو يسال كارت احمر كنت هديله مش هسيبه. طب واللاعب اللي اديت له احمر وقلت لا كان ممكن تعدي؟ يعني انا مش متذكر بصراحه، بس يعني ما فيش حد اتذكره. انت مش ندمان على اي حاجه يا كابتن في حياتك؟ افتكر كده يا كابتن. لا ما مش ندمان بصراحه. الدنيا اصعب ماتش. طيب لا في ماتشات كتيره يعني على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. انا يعني المستوى الدولي ماتش الوداد ورجاء 4-4 في المغرب. وحتى السنه دي برضه قدرنا نصف نهائي الكونفدراليه، كان كابتن عاشور معايا، مباراه برضه مش سهله. في مصر مباريات كتيره يعني اخرها مباراه الاهلي وبيراميدز في نهائي كاس السوبر. في كريستيانو قال لك ايه؟ كريستيانو من الشخصيات اللي هي يعني لذيذه في الملعب. كريستيانو حتى انا يعني كان ليا شرف ان لعبت الاثنين كريستيانو وميسي، بس في ميسي كنت حكم رابع فشفتهم عن قرب شويه. في بيتنافس هو ابراهيم على الحته دي. ايوه لا لا بالعكس انا يعني
لا، ففي في كريستيانو عنده الشغف، ما زال لسه في الملعب بيجري وعنده حماس وعنده، لكن في اللقطه اللي كانت بينه وبينه ما كانش في حاجه، كانت حاجه بسيطه حسبت عليه فاول، كان هو احتك اكتر من مره فحسبت على الاخر احتكاك، فهو بيسالني القرار لكريستيانو وميسي ليه رهبه؟ بالعكس، التحكيم اليوم كان ممتع جدا لان هم على اعلى مستوى من الاحتراف، هم عارفين ان هم في الملعب يعني لعيبه رغم نجوميتهم الكبيره، لكن عارفين ان الحكم في الاول والاخر هو المسؤول عن الملعب يعني، لكن هم بيساعدوك جدا في الملعب يعني. لو انت صاحب قرار، لو انت صاحب قرار تمشي ان يبقى في حكام اجانب في الدوري المصري؟ لا طبعا، لا طبعا نهائي، مع ان انتوا بتروحوا دوريات بره تاني وبتبقوا مرحبين. اتفق مع حضرتك، بس في الاول والاخر يجب ان ينتهي التحكيم الاجنبي في مصر نهائيا، ويجب ان حكام المصريين هم عليهم ان هم يديروا كل المباريات الموجوده في مصر. ده رأيي قولا واحدا وقاطع. ايه اللي ناقصكم عشان تستريحوا؟ لا، ناقصنا حاجات كتير. قولها لي. اول حاجه ناقص ان انا احكم وانا مبسوط. الحكم المصري يحكم وهو مستمتع بالماتش. ايه اللي مزعلك؟ لا، ما بتكلمش عليا، انا بتكلم عموما. ايه اللي مزعله؟ حاجات كتير. الامكانيات في مصر، احنا عايزين ننجح بس ما عندناش عوامل النجاح. ليه ما عندكش ليه؟ اجواء النجاح في مصر بتبقى صعبه شويه على، يعني بتكلم على التحكيم. ايوه، صعبه شويه في ان انت توفر للحكم اجواء نجاح. انت بتقول له انجح وصل لنقطه بعيده جدا وما بتوفرلوش. ايه يا كابتن اجواء النجاح؟ اجواء النجاح ما تلفش قول. ان هو ان هو ايه؟ فاضل لك كام سنه؟ طبعا. ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. خلاص ان شاء الله، ربنا يكرمنا نروح كاس عالم ان شاء الله. فكر بقى بهدوء. لا، احنا بنتكلم في ان انت عايز توفر له امكانيات ماديه وامكانيات معنويه. تاخد كام في الماتش كام دلوقتي يعني المفروض ناخد تقريبا 3000 من 3000 ونص ل 5. والمفروض يبقوا كام عشان تبقى مستريح؟ انا ما بتكلمش ماديا بس على فكره. لا، انا بتكلم في نقطه اقفلها. هو الحكم المفروض لا يقل عن 10000 جنيه. 10000. طب يعني دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه طبعا امكانيات معنويه، اماكن التدريب طبعا. الحكام في حكام ما بقاش عندها اماكن تدريب. لبس تحكيم. انا ما بتكلمش على الحاجات اللي انا بتكلم على تنظيم توقيتات الماتشات وتنظيم توقيتات التدريب وتنظيم يعني التعامل بشكل احترافي. ده مش موجود. ينجح الحكم بيحاول يعملوه دلوقتي، بيحاول يعملوه. بس انا شايف ان في تطوير وفي اناليسز وفريق سلطان موجود، ويعني في تغيير. فريد من الناس المحترمه جدا، ممكن اتحاد الفريق كمان بيعتمد عليه دلوقتي بشكل كبير جدا. هو انسان مجتهد، ويمكن هو اصلا من عيله كلها يعني اخوه في الفيفا برضو شغال في الموضوع ده، وعامل حاجات كتير جدا كويسه، ويعني احنا بنستفاد منه لما بنحتاجه يعني. زي ما اتكلمنا على السلبيات نتكلم ايجابيات. القوه البدنيه دلوقتي والشكل البدني للحكم اختلف بشكل كبير. فعلا ده حقيقي في مصر، مستوى اللياقه البدنيه للحكام المصريين. في مدربين كويسين؟ طبعا موجود دلوقتي الكابتن محمد ابو خاطر، شخصيه انا بشوف ان هو شخصيه بعيد عن ان هو مثقف، وبيطلع دايما على الجديد في اللياقه البدنيه. يعتمد عليه دلوقتي والاتحاد العربي، اخر مره كان معانا في الاتحاد العربي، وهو بيملك اصلا مشروع كامل متكامل في التحكيم، مش بس في اللياقه البدنيه. انا شفته بعينيا، واعتقد ان هو لو تم تطبيقه في مصر اعتقد ان الامور هتروح في مكان افضل بكتير يعني. الديربي الخارجي اصعب ولا الديربي الداخلي؟ يعني انا لعبت اكتر الحمد لله بفضل الله اكتر من مباراه ديربي خارج مصر. لا، انا بشوف في مصر اصعب بكتير. مصر اصعب بكتير من مصر. يعني انا لعبت الاهلي والزمالك برضو، كان ليا شرف ان لعبت الاهلي والزمالك مرتين. لا، انا بشوف الاجواء في مصر اصعب من الاجواء خارج مصر. الضغوط كبيره الجماهيريه، انا يعني وان كانت مش موجود الساعه الكامله للجماهير في الملعب، لكن انا بشوف دايما ان الضغوط الجماهيريه اللي بتقابلها في الشارع او عن طريق السوشيال ميديا بتكون اكبر بكتير، والاعلام بطريقه كبيره جدا موجوده في مصر وبتوصلك بسهوله لان انت متواجد بحكم وجودك في البلد. بشوف ان الامور اصعب في مصر بكتير عن الخارج. الانتقاد احيانا ممكن ياثر في قرار الحكم؟ بيسبب عليك ضغوط طبعا، اكيد يعني بيسبب عليك انتقاد يعني في الماتشات اللي بعد كده بيسبب عليك ضغوط كبيره طبعا، سواء بقى جماهيريا، ضغط من الاعلام، ضغط من السوشيال ميديا، كل ده بيأثر عليك. ده ممكن يظلم النادي اللي مش جماهيري؟ بعض الاحيان. بعض الاحيان؟ طبعا. نرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا.
نرجع ونكمل حديثنا بقى سريعا، يعني ايه غرفه الفار غير غرفه الفار اللي عندنا؟ هل في غرفه تحضيريه؟ لا مش غرفه تحضيريه. احنا كنا في البطوله العربيه، الامكانيات اللي موجوده هناك غرفه الفار فيها 3 ستيشن، فيها زي ما هي موجوده كده، في ستيشن خاصه معاك الاوبريتور والكاميرات، ستيشن خاصه بالجول لاين تكنولوجي اللي هي الكرة دخلت، وفي اللي هي السيمي اوتوميت خط المرمى، والسيمي اوتوميشن السيمي اوتوميتد بتاعت الاوفسايد اللي هو بيطلع لك 3D. يعني كل دول شغالين معاك في نفس التوقيت؟ كل دول شغالين معاك، معاك كتيبه شغاله جوه، كل ستيشن عليها 2 اوبريتور، فانت قاعد هم بس بيطلعوا لك الحاجه، انت بتاكد معاهم انت كده يعني تمام، يعني بيوفروا لك الصوره اللي انت عايزها. هنا في 17 كاميرا وفي 12 كاميرا لوحدها خاصه بالتسلل، فانت عندك 29 كاميرا موجوده في الغرفه دي، ومعاك في بتوع اللي شغالين في الاوفسايد دول اوبريتور لوحدهم خالص، واللي شغال معاك الاوبريتور اللي شغال معاك بيجيب لك الحالات ده واحد لوحده، واللي شغالين على تقنيه خط المرمى برضو تيم تاني، فانت بتتكلم في الغرفه دي بتتكلم مثلا في 7-8 بيخدموا عليك ان يجيبوا لك كل اللقطات وكل الحاجات اللي موجوده. قصه مختلفه. لا قصه مختلفه خالص. يعني كل ما كل عشان كده انا بقول لك احنا بنستخدم الفار، يعتبر بنستخدم الفار لايت، مش 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 تقنيه الفار. فهمت يعني فهمت معنى الجمله. تدي الحكم المصري كام من 10 دلوقتي يا كابتن؟ 8 من 10. ياخد 10 من 10 لو حصل ايه؟ مفيش حد هياخد 10 من 10 على مستوى العالم كله، ده مش موجود، لا يمكن. هل الاسباب اللي قالها كابتن مهود ابو رجال عندك؟ يعني بعضها موجود طبعا. اخدتوا كل فلوسكم؟ لا لم ناخد. ناقصكم قد ايه؟ يعني ما زال موجود عدد من اسابيع الموسم الماضي لم نتقاضاها حتى الان، يعني بالاضافه الحالي؟ للموسم الحالي لا ما اخدناش اي ولا مليم السنه دي؟ ولا مليم خالص؟ خالص. امال انتقالاتكم وتسافروا وتروحوا وتحجزوا وتيجوا؟ يعني بيتحملها الحكم كلها، يعني انتقالات او حتى سواء تدريب او تغذيه او علاج او طبعا بيتحملها الحكم. فرقت معاكم ان عضو مجلس اداره يكون حكم ولا لا؟ يعني فرقت معاكم ان يكون في عضو مجلس اداره حكم؟ طبعا فرقت كتير لما يكون موجود عضو مجلس اداره حكم موجود على ترابيزه التحكيم، على ترابيزه قصدي مجلس الاداره، بين كل متطلبات التحكيم وبيعالجها في اسرع وقت، يعني لانه موجود ومتداخل في مجلس الاداره. طبعا فرقت معانا الكابتن لما كان موجود الكابتن عصام عبد الفتاح. هل قامات التحكيم المصريه بتفرق عن المدارس الانجليزي؟ يعني جلاتنبرج اضاف، بريرا اضاف، عصام عبد الفتاح افضل، جمال غندور افضل؟ يعني طبعا كل واحد عنده يعني ليه مميزات كبيره وليه دور، كل واحد ليه طريقه في اداره اللجنه بتاعته. المعظم طبعا كله اضاف نقط معينه، كل واحد عنده ايجابيات وسلبياته، لكن انا بعتقد ان يعني ما اعتقدش ان الانجليزي كان اضاف كتير للتحكيم المصري، يعني المسؤول الانجليزي اللي مسك جلاتنبرج. وبريرا دلوقتي؟ بريرا يعني طبعا ليه ايجابيات كبيره، انا بشوف ان اهمها يعني رجوع الحكم المصري لاداره النهائيات دوري وكمان مباراه الاهلي والزمالك اكتر من مره ادارها حكم مصري، وكمان نهائيات السوبر ونهائي كاس مصر، نهائي الكاس كاس مصر والسوبر، وان شاء الله في الطريق للبطوله اللي جايه بطوله كاس السوبر الجديده ان شاء الله يكون برضو بتحكيم مصري. انا بعتقد ان دي نقطه مهمه جدا اضافها مستر بريرا للتحكيم المصري. كابتن هل انت مع ان حكم يكون عنده مشكله مع نادي فما يروحش يحكم للنادي ده؟ عنده مشكله مع حكم؟ لا. يعني احيانا انديه كبيره يقول لك لا بعد اذنك انا عندي مشكله مع الحكم ده في ماتشين قبل كده اعفيني منه. انا مع قرار اللجنه اذا حطت حكم في مباراه فهو يتحمل المسؤوليه يروح يحكمها، لان هو بيشتغل طبقا لقانون كره القدم، يروح ينفذ يطبق القانون على الفرقتين وينفذ العداله التحكيميه وبيمشي. هل بتحس ان انت كحكم مؤمن بنسبه 100% سواء في الملعب سواء على السوشيال ميديا، انتقادات اجهزه فنيه، رؤساء انديه؟ لا هو الحكم مش مؤمن من السوشيال ميديا او من الانتقادات، لكن ده بيبقى واجب لجنه الحكام واتحاد الكوره ان هم يردوا. الحكم طبعا عمره ما هي يعني الحكم اللي عنده خبرات والحكم الكبير مش هيبص للكلام ده خالص، هيركز في شغله بس. مين افضل محلل تحكيمي بتتفرج عليه؟ السؤال ده ده من منهج. احنا المحللين اللي بيحللوا دلوقتي هم يمكن على القناه هنا كابتن الشناوي، لازم كتير يعني كابتن الشناوي وكابتن سمير وكابتن ياسر عبد الرؤوف، كلهم ناس محترمه بنستفاد منهم كلهم. انا بقول لحضرتك
دايما التحليل هو افاده للحكم سواء بالنقد او بالايجاب فعليا. وبعدين دول كلهم قامات كبيره لينا يعني احنا لما طلعنا كل دول كنا بنتعلم منهم بالاضافه طبعا للكابتن عصام فتاح. تقدر ترتبه من ناحيه قلبك؟ من ناحية قلبي؟ لا من ناحية من ناحية فنيا من ناحية قلبي كلهم على علاقة انا على علاقة طيبة من ناحية فنية يعني كابتن يعني احنا بنتكلم في كابتن عصام فتاح وكابتن جمال طبعا دول وكابتن ياسر وعبد الرؤوف وكابتن سمير وكابتن الشناوي طبعا. انت كده رتبتهم؟ ايوه تمام. كابتن بنا مين افضل محلل تقدر تستفيد منه او تتعلم منه؟ لا انا بشوف كله بصراحة يعني انا الاجابة واحدة. لا مش إجابة. بالعكس انا مش دبلوماسي في الرد لكن انا بشوف كل المحللين يعني بستفاد طبعا واذا كان في حاجه انا شايفها طبعا كل عمل بدون دخول في تفاصيل. هل احيانا المحلل ما يكونش عنده القواعد كامله او القانون كامل؟ لا هو قانون كره القدم بيتغير خاصه في الاوقات اللي احنا فيها ديات بيتغير كل فتره بس هو بيطلع على طول طبعا اكيد يعني هو يجب على اصلا المحلل التحكيمي زي الحكم بل اكتر لانه بيطلع يواجه جمهور كبير وبما فيهم الحكام نفسهم لان الحكام بعتقد ان هم اكتر ناس يعني يكونوا بيشوف المحلل وبيعرف هو ابديتنج ولا لا. انا بشوف ان المحلل زيه زي الحكم يجب ان هو يكون مطلع دايما وتطوير خاصه في الفار كمان لما عاشور اتكلم لان الفار اساسا يعني اذا اعتبرناه لسه ما زال حديث العهد يعني فيجب ان هو يكون دايما مطلع على جديد فيه. احيانا الجمهور ينتقدك بالذات الفرق الكبيره احيانا الجمهور يبقى في ظهرك ولا ده ما بيحصلش؟ لا هو كل واحد بيبص لانتماءاته يعني لا يعني صدفه مره ان جمهور لنادي كبير شكرك؟ لا بتلاقي جمهور يشكرك وجمهور ينتقدك ده يعني الفرقه اللي بتكسب اكيد بس دايما اللي بيكسب ما بيشكرش حد يعني طبيعي لا 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 بس ده طبيعي هو كل واحد بص بانتمائه يعني الجماهير دايما بتبص بانتمائها فاذا فرقه بتكسب معاك جمهورها بيبقى مبسوط بيك. هو كابتن في جمهور بيحترم الحكم سواء خسر او كسب في جمهور بيحترم الحكم يعني بيشوفك ان انت راجل محترم بتأدي دورك وبتحسب اللي بتشوفه فهو من الناحيه دي بيحترمك حتى لو خسر طبعا. عدبيا انا دايما يعني تكمله لكلام ابو الرجال انا بشوف ان الجمهور مش يجب ان هو يحبني هو يجب في الاخر ان هو يحترمني. لا انا فاهم بس دايما الخساره والمكسب بتحكم بالظبط ان هو يحترمني حتى لان بعض الاحيان انا ممكن اكون الحكم انا بس بحترمه في الاول والاخر لان زي ما عاشور بيتكلم الانتماء بيحكم في الاول والاخر. كل الحقيقه يعني كل حكامنا المصريين ناس محترمه ويعني نتمنى لهم كل الاحترام وتقدير. نرجع نكمل بعد الفاصل. السؤال اللي كتير جدا من الجمهور بيسأله وهسألكم انتوا الثلاثه نفس السؤال بكل واحد بإجابته براحته. هل الدوري هل التحكيم ممكن يساهم في إعطاء فريق الدوري أو يساعد أو يكون سبب؟ صعب جدا. صعب جدا. جدا. كابتن. إطلاقا طبعا يعني حتى لو الحكم عنده خطأ لفريق معين ما أعتقدش إن هيبقى كل مرة هيبقى عنده الخطأ لنفس الفريق يعني لا طبعا مش ممكن. كابتن. لا طبعا. لا طبعا. لا طبعا. مستحيل. هل ممكن انتماءات مسؤول تحولك قبل ماتش زي ما بنسمع زمان ودلوقتي والكلام اللي بنسمعه ده؟ مفيش الكلام ده خالص. مفيش الكلام ده خالص. مش موجود اصلا. هل حد ممكن قبل كده وصاك على فريق؟ اطلاقا. مفيش. محدش يجرؤ اصلا. محدش يجرؤ. برافو. انا كنت يعني هو ده هو ده الرد القاطع. اه طبعا. اللون يخليك تقلق وانت بترفع الرايه احيانا؟ الحكم الكبير ما بيقلقش من اي الوان. الحكم اللي عنده شخصيه ما عندوش فرق بين اي لون في الملعب هو نازل يطبق العداله وبيدي كل واحد حقه فما اعتقدش ان هيبقى بيقلل من نفسه ودلوقتي التحكيم كله متشاف والناس كلها بتقيمك وانت عايز تروح لحتت بعيده فاللي عايز ينجح لازم يفكر في نفسه قبل اي حاجه. قلت لي اتكلمنا على ماتش السوبر كله تحكيم مصري. بطوله السوبر في ابو ظبي اعتقد انها كلها اطقم مصريه. هيبقى الخمس اطقم تحكيم؟ كل الماتشات. كل الماتشات؟ كل الماتشات. اعتقد حاجه كويسه للتحكيم المصري. اكيد يعني اعتقد ان هي استكمال المجهود اللي انا قلت لحضرتك عليه من شويه ان مستر بريرا مصر على وجود التحكيم المصري في كل النهايات واعتقد ده استمرار ونجاح ليه ونجاح للحكام المصريين. حكمت كم ماتش اهلي وزمالك؟ حكمت اثنين اهلي وزمالك. اثنين. دول اصعب ماتشات في تاريخك؟ للامانه لا طبعا حكمنا ماتشات كتير اصعب من الاهلي والزمالك لكن في مصر اهلي والزمالك
بتتحط في تاريخ الحكم في السي في بتاع الحكم ان انت حكمتها للزمالك، بالذات ان من زمان جدا في مصر كان اللي بيجي يحكم اهلي والزمالك حكام اجانب. صح. فالحكم المصري يستحق ان هو يكون في التتويج بتاع يعني العالم كله بيتفرج على الماتش ده. فانت شرفتنا يا كابتن. الله يخليك كابتن، احنا شرفنا بيك واسره البرنامج. ده شرف ليا. الله يخليك كابتن. كابتن محمود بنا شرفت بيك. شرف لينا وسعيد جدا يا كابتن سيف ان موجود مع حضرتك النهارده. انا دايما بتشرف بيك ودايما متالق يا رب دايما. اشكرك. كابتن عاشور شرف بيك دايما. حبيبي يا كابتن. صاحب مكان يعني. هتروح كاس العالم؟ والله ان شاء الله يعني نبدا ان شاء الله الشباب يكونوا في كاس الامم كلنا باذن الله. بنا امين عمر ان شاء الله، محمود ابو الرجال واحمد حسام ومعروف، في ان شاء الله محمد عادل، في مجموعه كبيره جدا ان شاء الله تكون في كاس امم، ناخدها خطوه خطوه وبعدين ربنا يسهل لنا نصيب باذن الله ان شاء الله يكمل. ربنا يوفقكم وتكسروا الدنيا دايما وتتالقوا، وبنتشرف دايما بحضراتكم. التحكيم المصري دائما وابدا في خير، احيانا يكون مظلوم واحيانا يكون ظالم، ولكن من المؤكد ان احنا نمتلك مجموعه من الحكام الرائعين، ومن المتاكد من المؤكد ان كمان حكامنا الحقيقه عندهم كفاءات عاليه جدا جدا جدا. بوجه لهم كل التحيه وان شاء الله القادم افضل للتحكيم المصري. بشكركم شكرا جزيلا. بعد قليل وحديث عن التصفيات المؤهله لكاس العالم مع الكابتن احمد شوبير، اشوفكم بكره ان شاء الله على الف خير.